ان كمونه خليني اتفضل برضو اتفضل اكمل في نقطه التشكيل وطريقه اللعب. كل طريقه لعب لاعبين معينين هم اللي بينفذوا، اكيد طبعا. تمام؟ 3 4 3 احنا شفنا قبل كده ان قفشه ما بيبقاش بيقوم بالدور اللي هو المطلوب فيه غير لما بيبقى 4 2 3 1، بيبقى شكله مختلف. النهارده قفشه فعلا كان مختلف تماما وبعيد تماما عن الشكل اللي ممكن شفته في ماتش بيراميدز، شفته في الماتشات اللي قبل كده. هل النهارده اختيار موسيماني للطريقه مع اختياره للاعبين هو ده اللي اثر على شكل الفريق في البدايه، وبالتالي خلى فريق اللي هو المفروض يعني هو بيلعب على ارضه يهمه الفوز هو اللي ركب الجيم من البدايه؟ بص انا بتفق جدا مع كباتن ان الطريقه طبعا اثرت على اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي انا قلت لك هنا يا فاروق الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، قلت لك النادي الاهلي لو عايز يكسب هيلعب ب 4 2 3 1. ده النادي الاهلي بيأدي بالطريقه دي اداء جيد جدا، ولعبته بتنفذها بتعليمات من مستر موسيماني، تمام كده. الطريقه اللي احنا بنشوفها دلوقتي والكابتن رضا اتكلم فيها 3 4 3 تبقى صعبه جدا على النادي الاهلي اللي هو يطبقها في مباراه ومباراه. لازم تتعود على الطريقه بطريقه لعب معينه واللعيبه تحفظها، ونفس الاسلوب اللي بتلعب بيه تجبر اللعيبه ان هي تطبقه، لان انت عندك لعيبه مستوى عالي جدا ولعيبه دوليه سواء بيرسيتاو وعندك حمد شريف قفشه، كل دي لعيبه دوليه تعرف تطبق لك الطريقه كمان الهجوميه كما يجب. انما بتكلم على نوعية اللعيبة اللي تقدر تطبق لك الطريقة دي أو ما تطبقهاش، فدي برضو مهمة المدير الفني إن هو يختار التشكيل الأنسب لكل مباراة وكل طريقة. صحيح. فدي نقطة مهمة جدا. النهاردة أنت بتلاعب فرقة محترمة بتعرف تهاجم وبتعرف تدافع، عندها توازن دفاع هجومي على اعلى مستوى. ما كانش تديك فرصه كابتن انك تلف بالكوره، ضغط بريشر في نص الملعب على اعلى مستوى، وبعض الاحيان كانت بتلعب النادي الاهلي ضغط عالي. فهنا برضو محتاج نوعيه لعيبه معينه. انا شايف النهارده ان انت بتلعب بمعلول وياسر ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، انا كان ليا وجهه نظر او تعديل بسيط في في في, في للمدافعين، ان انا كنت ممكن استعين بايمن اشرف كمساك ومحمد عبد المنعم باك رايت، لان ماتش تقيل الناس بتروح من على الاطراف تعمل كروس باس او كروس اوفر. عندك اعتراض على وجود كريم فؤاد يعني كابتن من البدايه؟ كان مش ما عنديش اعتراض عليه كلاعب، انا عندي المباراه دي بس ليها ظروفها معينه بره ملعبي، الجو الاتموسفير نفسه محتاج لعيبه معينه، لعيبه خبرات في بطوله افريقيا. فانا عندي محمد عبد المنعم ممكن يكون لعب في المكان ده قبل كده، وايمن اشرف جاهز ورجع، العب 2 مساكين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ومحمد عبد المنعم يكون موجود كباك رايت مع علي معلول، عندي طرفين قوي قوي. حتى لو محمد عبد المنعم ما بيكملش النواحي الهجوميه بشكل جيد، عندي علي معلول هو اللي بيقوم بالنواحي الهجوميه بشكل افضل نسبيا، وهو بيعرف يعمل كروس اوفر وبيعمل النواحي الهجوميه وبيعمل سبورت لزمايله في التلت الهجومي كويس قوي. انما كريم برضو اتظلم في الحته دي، ان انا بلاعب فرقه تقيله بتضغط عليا احيانا ضغط عالي. حتى الجون اللي جابوه يعني من كره عرضيه ما كانش فيه رقابه دفاعيه داخل ال 18، عدت اليو ديانج وكريم فؤاد الراجل خد خطوه قبليه وحط رجله وجات هدف. ده برضو يعني عدم تركيز وقله خبره شويه، مش تقليل من كريم، انما بتكلم على ظروف المباراه. دخلنا في الاجواء ماشي نلعب بالطريقه دي، لكن لازم اادي. النادي الاهلي النهارده ما كانش عنده الشراسه الهجوميه ان هو شكله عايز يكسب. يعني انت لغايه ما خرج شريف يمكن ما تقالش اسمه، ودي شريف ما خرجش. هو ده ما خرجش شريف يا كابتن. شريف ما خرجش. قصدي بنتكلم شريف اصلا عندك نص الملعب عطلان يا فاروق، فمحدش شغله. فعشان كده انت دلوقتي شريف ده بتحس معلش يا سمره اتفضل. شريف ده انت بتحس بيه ليه؟ لما حد بيحركه فبتحس، انما انت ما فيش الا اوفر. تخيل طول ال 90 دقيقه اللي هي بتاعت حسام حسن، تخيل. ما انا بقى حسام حسن يا كابتن عندي تفسير للكوره دي، وانتوا كابتن يعني الكبار، هل مين السبب في انه مثلا حسام تجي له كوره زي كده ويضيعها بالشكل ده؟ هل هو الثقه ولا المدير الفني؟ بس ثقه وعدم ان هو ما بياخدش كتير معذور. بس انما عايز اقول لك على حاجه، يعني مين رجليه في الملعب يتحملها يعني هو موسيماني طبعا. لو ده بياخد على طول ورجليه في الملعب كوره زي دي يجيبها جون. هو تمام ياخد ديت ال 80، انما هو مش عارف واقف ازاي وخايف يضيع. انا حاسس ان حسام زايد سنه كمان. ماشي، ما هي الماتشات اللي هتجيبه، ما انت لما بتدي الماتشات الراجل بيهتم. انما لما بتنزله اخر دقيقه الراجل هيقول لك خلاص بقى بيرمي الفوطه. دي حاجه. تاني حاجه انا مع سمير كمونه، بس ما يلعبش بمحمد عبد المنعم باك رايت، ما تلعب بثلاثه ورا.
بدل ما تلعب ثلاثة في النص. لا لوكا ده العب بثلاثة ورا، ودوا حرية لكريم فؤاد، ودوا حرية لعلي معلول ان يده في ظهره ايمن اشرف ومحمد عبد المنعم في ظهره، وحط واحد بس من الاثنين يا ديانج يا فتحي يا حمدي فتحي، واخد بقى، وقدامهم قفشة وقدامهم بيرسي تاو. انت عارف المشكلة بتاعت النادي الاهلي كلها كانت ايه؟ انك لما بتيجي تمسك كورة قفشة بينزل من ناحية الليفت، يبقى كده ضيع لك جبهة الشمال كلها. ينزل عشان يستلم، نفس الكلام بيرسي تاو بينزل عشان يستلم. طب محمد شريف على خمسة ورا، على خمسة لوحده.